في تفهيم الحقائق وزي المدرسي لابنائنا وبنات الطلبه السوريين المواجدين في الاردن في محافظه عجلة في مختلف قرى محافظه عجلة. تبدا عمليه تسكين من هناك بناء على الاسئله المعنيه، ثم بعد ذلك يدخل المعني بالاستلام الى هذه البضاعه اول مره، تتدقق اوراقه المفوضيه وعلى الاسم والتاريخ وتاريخ العمر، هل هو معني من الحقيبه ام لا. ثم بعد ذلك بعد ان ياخذ هذا الدور ينطلق الى القاعه الرئيسيه هنا ليستلم الكوبون والحقيبه المدرسيه. طبعا الكوبون يشمل كوبونين، الاول كوبون الملابس والثاني كوبون الاحذيه. ستبنى بنا الأرض غربا وشرقا إذا ما رغبنا العلا المستحقة. تطوع بالجد فكر وكف لدرب النجاح مع الصبر شاقا. فبالخير نسعى إلى الغير دوما وعند الإله لنا الخير أبقى. ترى المتطوع ثغرا بسوما وقلبا نقيا من الحب يسقى. ونحن سمو سمونا بفعل أحال المحبات للخير عشقا. سنبني البلاد بروح التفاني وسير على منهج ليس يشقى، وسير على منهج ليس يشقى. ستبنى بنا الأرض غربا وشرقا إذا ما رغبنا العلا المستحقة. تطوع بالجد فكر وكف لدرب النجاح مع الصبر شاقة. شباب شيوخ رجال نساء ومن كل فرق غدا الكل أرقى. سيأتي الغد الحر حين نمد إليه من الوصف.